أكد شريف سعد مدير عام استاد الإسكندرية على جاهزية ملعب عروس البحر المتوسط لاستضافة مباراة البطولة العربية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة من قبل وزير الشباب والرياضة لعدد من المسؤولين الكبار للوقوف على أعمال التطوير التي تمت باستاد الإسكندرية. زي ما حضرتك شايف الاستاد على قدم وساق، ما يقرب من 300 فرد شغالين بقالنا 72 ساعة. ان شاء الله خلاص كله بينتهي، جميع الاعمال بتتقفل، جميع البنود، وان شاء الله يكون استاد اسكندريه في استضافه البطوله العربيه في احسن صور ان شاء الله. لو اتكلمنا عن الناحيه الاعلاميه، تم انشاء استوديو تحليلي داخل الاستاد مجهز على اعلى مستوى، دي لاول مره في استاد. كبان الاعلاميين او المعلقين تم تغييرها بالكامل وتجهيزها. المؤتمر الصحفي تم تجهيزه وتطويره. المركز الاعلامي تم تزويد جميع المرافق الاستاد والمدرجات الخاصه بالواي فاي على اعلى مستوى.